ومشاعر فياضة. بعد قليل اكتب بأحرف من نور والكويت تودع حاكمها. إذن أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتواصل معكم، وعلى شرة في هذه اللحظات وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجار الصباح حفظه الله ورعاه. لحظات وسوف تقام صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى. يا أميرنا الغالي، إذن نشاهد وإياكم هذه التغطية المباشرة وهذا الموكب المهيب عاشتها الكويت في وجوده الأمير الراحل، والذي يحمل على الأكتاف الآن. تودعك الكويت اليوم يا سيدي يا أبي يا طاهر، ملفوفا بعلم الكويت الذي أحبه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الصديقين والشهداء والأبرار، وحسن أولئك الموت حقا. نودع هذه الروح بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، جابر الصباح رحمه الله. رحمك الله يا أيها الصالحين، على مثلك تبكي العيون، وعلى فقدك تتيم. عرفناك رقيق القلب روحي، كريم الخلق باسم المحي. رحمك الله يا شيخنا العطوف، وأسكنك الجنة دار القرار. لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا الشاكرين. دموع غالية على آله وصحبه، رحلت عنا يا والدنا، وطالبت بأن يكون مرفوع الهامة على الدلتا، وكم أعطيت من جهدك من الفقد. كنت نورا يا سيدي، كنت نور الكويت. مشاهدينا الكرام، حزيرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وأرض الكويت تستقبل جثمان فقيدها الكبير. كم هي مؤلمة هذه الصور التي لما الكويت يلف جثمانك الطاهر. يعجز اللسان أن يصف حبك يا أميرنا المحبوب، التي أتت لكي تقول وداعا يا أميرنا الغالي. نعم يا سيدي، كم كنا نتمنى أن نكون مع هذه، وحلمك وعطائك للكويت على هذا الفقد الكبير، ونحن نستشعر يشارك. نعم يا سيدي، نراك في هذه اللحظة، سنتذكرك يا أمير العفو والتسامح في رحيل أميرنا الحبيب الغالي نواف الأحمد. أمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، الكويت اليوم وكل مناطقها وكل، وهو وداع صعب وقاس إلى حد كبير، لكن Kuwait's Emir Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah died on Saturday, aged 86, according to the royal court, just over 3 years after assuming power in the US-allied Gulf oil producer. The cause of his death was not immediately disclosed.
that Emir was admitted to hospital late last month due to what the state's news agency described at the time as an emergency health problem, but said that he was in a stable condition. Crown Prince Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Sabah, who has been Kuwait's de facto ruler since 2021, when the frail emir handed over most of his duties, was named as Sheikh Nawaf's successor. Nawaf became emir in September 2020, following the death of his brother, Sheikh Sabah, who had ruled for more than a decade and shaped the state's foreign policy for over 50 years. Sheikh Nawaf was seen by diplomats as a consensus builder, even though his reign was marked by an intense standoff between the government and elected parliament, which had hindered key structural reforms in the oil-rich Gulf state. In recent months, consensus returned between the government and the parliament. Under Kuwait's constitution, the crown prince automatically becomes emir, but assumes power only after taking an oath in parliament. The new emir has up to a year to name an heir.